معنا من القدس مراسلنا نضال كناعنة. نضال، إذن المحكمة، محكمة العدل الإسرائيلية، وافقت على مضمون هذا الاتفاق. ماذا يعني ذلك بالنسبة للمعارضة لهذه الحكومة الإسرائيلية؟ ماذا يعني أيضا للأوساط السياسية المعارضة داخل إسرائيل؟ نعم ماجد، عمليا محكمة العدل العليا ردت 4 التماسات تقدم بها اليمين الإسرائيلي، جمعيات يمينية إسرائيلية متطرفة ضد هذا الاتفاق مع لبنان. محكمة العدل العليا نظرت في هذه الالتماسات يوم الخميس، وصباح اليوم صدر قرار المحكمة برفض كل هذه الالتماسات، مما يفتح الباب أمام الحكومة الإسرائيلية لإقرار هذا الاتفاق. وستعقد جلسة خاصة يوم الخميس من أجل الموافقة على الاتفاق، وربما يتم التوقيع في ذات اليوم يوم الخميس أو صباح يوم الجمعة في منطقة الناقورة على الحدود مع لبنان. بالنسبة لليمين الإسرائيلي، هو خسر جولة. اليمين الإسرائيلي لا يرفض هذا الاتفاق من حيث المبدأ. حكومة نتنياهو السابقة كانت تفاوض تقريبا على نفس الاتفاق، لكن الحكومة استغلت، أو المعارضة استغلت هذا الاتفاق من أجل مناكفة الحكومة في الانتخابات القريبة بعد نحو أسبوع. وبالنسبة للمعارضة الإسرائيلية، فإن استطلاعات الرأي المتقاربة فإنه كل صوت يمكن أن يؤثر، وبالتالي وجدت موضوعا آخر لمناكفة الحكومة فيه. على العموم، محكمة العدل العليا نظرت على الأساس في 3 قضايا قانونية رئيسية تتعلق بهذا الاتفاق. أولا، هل ينطبق عليه القانون الأساس في إسرائيل الذي نص على أنه في حال التنازل عن أي مساحة من إسرائيل على الحكومة إجراء استفتاء عام أو نيل تأييد 80 عضو من 120 أعضاء الكنيست؟ أو السؤال الثاني، هل يمكن لحكومة تسيير أعمال حكومة انتقالية كحكومة لبيد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق؟ وهل إذا ما كان يحق لها، هل يمكن أن تقره دون موافقة الكنيست أم لا؟ ويبدو أن محكمة العدل العليا أجابت على هذه التساؤلات. طيب، نضال حقيقة، الكثير من المراقبين في الشأن اللبناني أو الإسرائيلي كانوا يتساءلون عن تفاصيل هذا الترسيم. هل تكشفت مزيد من التفاصيل خلال الأيام الماضية؟ ربما لم نشهدها، لم نعرفها أثناء الاتفاق بحد ذاته والإعلان عنه. ماجد، في الأيام الأخيرة لم تتكشف تفاصيل جديدة. ما نشر في حينه هو نص الاتفاق، لكن في الأيام الأخيرة الكثير في إسرائيل يتساءلون عن الأسباب التي دعت حكومة لابيد بالتعجيل بالتوقيع على هذا الاتفاق، حيث أن الحكومة عللت قضية توقيعها رغم أنها حكومة تسيير أعمال بأن هنالك ضرورة أمنية ملحة أدت بها إلى هذا التوقيع. طبعا هذا التعليل من الحكومة هو ما سمح لها كحكومة تسيير أعمال بالتوقيع. أمام المحكمة يوم الخميس كان هنالك رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، والذي شرح للقضاء في غرفة مغلقة دون اطلاع لا الادعاء أو الملتمسين على التفاصيل، لكنه شرح هذه الأسباب الأمنية للمحكمة، ويبدو أنها أقنعت المحكمة بالتالي على الموافقة على هذا الاتفاق أو على تخويل الحكومة بالتوقيع على هذا الاتفاق. من القدس مراسلنا نضال كناعنة، شكرا لك نضال.